روحكم كبيره جدا، اي حد بينزل اي حد بيلعب. هي دي لعيبه النادي الاهلي، بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقالها كتير، فرحه كبيره وفرحه مهمه. مبروك ليكم، مبروك لكل لعيبه، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، مبروك لكل واحد ينتمي للنادي الاهلي. الحقيقي يعني فخر انك تنتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي ده، ده شيء عظيم وشيء كبير. الحمد لله احنا عارفين ان احنا ورانا شعب، فاكيد اكيد يعني فرحتهم دي بالنسبه لنا شيء كبير جدا، وده اللي كنا مركزين عليه الفتره اللي فاتت. كنا قافلين على نفسنا ومركزين جامد جدا، والله تعبنا بجد، والحمد لله ده اللي اتكلمنا فيه، ان تعب السيزون كله او تعب الموسم كله ما ينفعش يضيع مننا كده في ماتش واحد. فالجون ده انت عارفش الجون ده؟ لا انا مش مصدق بصراحه، يعني هو جونه كلها ما شاء الله يعني حلوه جدا وممتعه، بس النهارده حاجه بصراحه يعني في وقت كمان صعب يستاهل. ده دي نتيجه تعب ومجهود قفشه ومجهود اللعيبه كلها، فالحمد لله رب العالمين. بنحمد ربنا طبعا وبارك للعيبه كلها، اللعيبه المصابه، وبارك لمومه زكريا ومحمد محمود ومحمود متولي وسعد، كل اللعيبه الرجاله اللي معانا، وكريم نيدفيد، والحمد لله لسه ان شاء الله يعني لسه عندنا بطولات جايه كتير اكيد باذن الله نركز فيها. وبتمنى ان جمهور النادي الاهلي يكون في ظهر اللعيبه في اي وقت، وفي كل وقت يكون في ظهر اللعيبه، لان اللعيبه دي تستاهل واللعيبه دي بتتعب وبتجتهد عشان خاطرهم بس. والف مبروك.